اهلا بكم من جديد. هنبدا ببرنامج الطروحات الحكوميه، البرنامج اللي كان المفروض ان هو يستكمل منه عدد كبير من الشركات، لكن طرحت منه شركه واحده هي شركه الشرقيه للدخان. الاسبوع الماضي الرئيس السيسي كان تحدث عن ان الطروحات، طروحات البورصه طبعا التي تجهزها الدوله، يجب ان يكون بها فرصه لشركات القوات المسلحه بحيث يكون للمصريين أسهما بها. بهذه الطريقة يتم فتح باب المشاركة طبعا للمصريين وللمجتمع في هذه الشركات. قبل ما نستمع ونتذكر كلمة الرئيس، الحقيقة أن احنا بعد ما نسمعها هنتكلم لماذا، إيه أهمية طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، إيه أهمية طرح الشركات العامة عموما في البورصة، إيه القطاعات اللي ممكن إذا طرحت في البورصة من شركات القوات المسلحة تكون قطاعات جاذبة للاستثمار. هنسأل كل هذه الأسئلة، لكن نتذكر ما قاله الرئيس السيسي. الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها اللي طرحها في البورصة لابد ان يكون في فرصة منها لشركات القوات المسلحة، يعني لازم الشركات دي تدخل البورصة ويبقى في فرصة للمصريين ان هم يبقى لهم اسهم فيها في هذه الشركات، وبالطريقة دي يبقى احنا هنا فتحنا باب المشاركة للشعب المصري وللمجتمع في هذه الشركات اللي انا بقول انها فرص نجاحها فرص كويسة. اذا القطاع الخاص مرحب بيه، عايز يشارك متاح، وده كلام مش بنقوله سياسة يعني، لا ده كلام حقيقي. المستعدين كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي عايز يتفضل يخش. انت هتخش على مشروع زي ما انتوا شايفين، في اي مشروع من اللي بيتعمل مشروع انتهى بقى يعني خلاص افتتح. طيب ايه اهمية طرح هذه الشركات في البورصة عموما، الشركات عموما، ايه اهمية طرح الشركات عموما في البورصة؟ اولا لما بتطرح شركة في البورصة بتوسع قاعدة الملكية والمشاركة الوطنية طبعا، بتوفر السيولة ورأس المال لشركات الدولة، بدل ما الشركات دي تضطر انها تقترض، لا بتجد تمويل من المواطنين. كمان بتحقق اكبر قدر من الشفافية ومبادئ الحوكمة، الشركات دي مش بتبقى مقفولة، الشركات دي بتبقى ميزانياتها معلنة، وبالتالي كلنا بنبقى شايفين وقاريين ميزانيتها عاملة ازاي، بتكسب بتخسر وضعها عامل ايه. بتوفر تمويل للشركات زي ما قلنا، وبتجذب شرائح جديدة للاستثمار في البورصة، وكمان بتطور أداء الشركات وبترتقي بها الشركات المغلقة، تطورها ما بيبقاش سريع زي الشركات العامة المطروحة في البورصة. طيب ده بالنسبة عموما للشركات، ايه أهمية طرح شركات القوات المسلحة أساسا في البورصة؟ أولا إن ده بيقفل كل الكلام عن أن هذا صندوق أسود. بنفتح الصندوق الأسود، الشركات دي بتبقى موجودة قدام الناس، في شفافية واضحة، بنشوف ميزانيتها، وأيضا كثير منها شركات ناجحة، شركات ناجحة ورابحة. الشركات دي أولا هتحصل على تمويل من أموال المصريين، وده شيء طبيعي، يعني بدل ما تاخد مثلا تمويل من بنك، بدل ما تقترض من بره، هي بتقترض من داخل البلد من المصريين، والمصريين بياخدوا، اللي بيخش البورصة ده بياخد أرباح وتوزيعات أسهم وغيره. بالإضافة إلى ده طبعا مرة أخرى الشفافية والإفصاح. احنا بنتكلم دايما عن فكرة الحوكمة، الشفافية والإفصاح، الشركات دي بتبقى خلاص معلنة أمام الجميع، وبالتالي بيكون في شفافية وإفصاح. طب إيه هي القطاعات اللي لو طرحتها القوات المسلحة أو من يعني شركات القوات المسلحة ممكن تكون جاذبة للاستثمار؟ الحقيقة قطاعات كتيرة، ومعظم هذه الشركات شركات رابحة بالفعل، لكن أنا هخص بالذكر مثلا قطاع الكيماويات، هي شركات رابحة جدا وعليها طلب. قطاع مواد البناء، الأسمنت والحديد، شركات رابحة جدا وعليها طلب. الثروة المعدنية والمحاجر والبترول عليها طلب. يعني شركات الوطنية دي لو نزلت البورصة تكسر الدنيا. شركات مية صافي مثلا دي لو نزلت البورصة تكسر الدنيا. دي شركات يا جماعة كسبانة اوريدي، والمصريين كمان عندهم ثقة في إدارة هذه الشركات وفي نجاح هذه الشركات، وبالتالي هيكون عندهم ثقة وهم بيحطوا فلوسهم فيها، وده الحقيقة يعني فايدة للناس وكمان فايدة لهذه الشركات. طب خلونا نتعرف أكتر
بمعلومات أكثر عن الطروحات العامة. إحنا عارفين إن إحنا عندنا برنامج كبير من الطروحات العامة كان قد أعلن عنه من قبل، ولكن طرح منه فقط شركة واحدة هي الشرقية للدخان. وفي عجالة كده الشرقية للدخان لما اطرحت في مارس الماضي، احنا طرحنا بس الدولة طرحت بس 4.5% من أسهم الشركة، المستثمرين الأجانب، وهنا بقى ده رقم مهم جدا، المستثمرين الأجانب وصلوا في الاكتتاب ل 64%، 64.7% من إجمالي المشاركين في الطرح. العرب كانوا 26%، ده معناها انه في شهية كبيرة جدا اول ما بنطرح شركة رابحة، وطبعا الشرقية للدخان شركة رابحة جدا. الطرح العام والخاص الاثنين اتغطوا كم مرة؟ 6 مرات، 6 مرات الطرح العام والخاص اتغطوا. ده معناه يا جماعة ان احنا عندنا شركات رابحة، شركات مهمة نقدر ان احنا نطرحها نجيب فلوس، بدل ما نقترض من البنوك بنقترض من المصريين، المصريين بيكسبوا. البورصة أداة مهمة جدا، والحقيقة ان احنا محتاجين، وانا عارفة ان البورصة شغالة على ده دلوقتي، توسيع قاعدة المعلومات عن البورصة. طب خلونا نتعرف على معلومات أكثر من السيد الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال. مساء الخير يا سيد الوزير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيد الرئيس. يعني عرفنا أكثر على برنامج الطروحات، متى يستأنف هذا البرنامج؟ فاضل يعني احنا طرحنا شركة واحدة، الباقي أخباره إيه؟ على الأقل المرحلة الأولى منه. احنا المرحلة الأولى كان فيها 5 شركات، تم استبعاد شركة منهم نظرا لتأثر ربحيتها بشكل جوهري يعني. والثلاثة التانيين يعني جاهزين للطرح تقريبا، 2 منهم والثالثة اللي هي مصر الجديدة حصل تغيير شوية في طريقة الطرح، وبالتالي هناك لمستثمر استراتيجي بالإضافة إلى الطرح العام للمؤسسات والأفراد، فده هتتأخر شوية، يمكن هتبقى جاهزة على آخر يناير أوائل فبراير. يعني امتى الاستئناف يا فندم؟ امتى بقى موعد الطروحات القادمه تقريبا؟ ما انا بقول لحضرتك في شركتين جاهزين اتاخروا لاسباب يعني خارجه عن اراده لجنه الطرح، انما يعني بقت تقريبا جاهزه خلاص للطرح، هو قرار بنك الاستثمار وتوصيته هو اللي هتحدد الموعد النهائي. انما هم تقريبا خلصانين. ايه الشركتين يا فندم؟ اسكندريه لتداول الحاويات وابو قير. وابو قير، ودول شركتين مهمين حسب المعلن يعني، هم دول المعلنين من اكتوبر اللي فات. هل شايفين ان الوقت خلاص مناسب الان؟ لو كان ربما الوقت اللي فات ما كانش مناسب، فمثلا الوقت دلوقتي مناسب؟ هو التاجيل ما كانش عشان الوقت مناسب او مش مناسب. التاجيل جه لانه في حاجات قانونيه كان ضروري تتعمل، اجراءات قانونيه وموافقات من مجلس الدوله وخلافه. جه التأجيل يعني زي ما قلت لك خارج عن إرادة لجنة الطروحات، إنما ما أجلناش عشان الوقت مش مناسب أو السوق مش مناسب، لا. إحنا يعني زي ما حضرتك قلت كان في نجاح لشركة الشرقية، وشايفين الشركات الباقية كلها شركات ناجحة، وبإذن الله يكون في عليها أقدار. الشرقية طبعا شركة فريدة، أولا شركة رابحة بشكل كبير، هل متوقع أن الشركات الأخرى في قطاعاتها المختلفة تعمل نفس النجاح؟ اسكندرية لتداول، اسكندرية لتداول الحاويات هي شركة فريدة مش مطروح منها في البورصة. أبو قير برضو من أنجح الشركات في قطاع الأسمدة، اوريدي في اسهم منها متداوله في السوق، بالنسبه خاصه هي معروفه انها اسهم بتاعه مؤسسات، فالشركتين كويسين. طبعا مصر الجديده برضو هتبقى بالشكل الجديد اللي بتطرح بيها، اعتقد انها هيبقى في اقبال عليها. حضرتك تتذكري انه نجاح يعني سوق المال المصري المعاصر في التسعينات كانت بطرح نسبه اغلبيه في شركه مدينه مصر، دي كانت البدايه. صحيح. فنعتقد ان 3 شركات اللي بنتكلم عليهم باذن الله يعني يكون في نجاح لطرحهم. هل ابتدى يبقى في حوار مع اللجنه الوزاريه المكلفه بملف الطرح، ب يعني ادراج شركات من القوات المسلحه طبقا لما قاله السيد الرئيس في تصريحه الاخير؟ لا، خدي بالك يمكن احنا بس يعني بننسى، انما فخامه الرئيس اعلن الكلام ده في بني سويف من سنه. واعلن انه ما فيش مانع ابدا من طرح شركات بتقوم بها
جهاز الخدمه الوطنيه او القوات المسلحه ما فيش مانع ابدا، لان الحكومه الطبيعي بتاعها انها زي اي مطور بتقوم بالتطوير، وونس المشروع نجح واثبت ربحيته بنخرج منه. فاحنا مش مفروض ان احنا سواء قطاع عام او قطاع خاص نعمل رأس الشركه ونقعد جنبها لحد ما نموت. صح، المفروض ان احنا نعملها ونطلع منها ونخش في حاجات ثانيه. الفكر ده طبعا ممتاز بس لسه ما اترجمش، لان حضرتك عارفه الشركات في اول مراحل من انتاجها، اغلب الشركات يعني اللي بتؤسس بتحتاج لبعض الوقت علشان تاخد حصه سوقيه في سوق المنتجات اللي هي بتبيعها والخدمات لحد ما تثبت ربحيتها. فانا اعتقد انه في اغلب المشروعات احنا محتاجين شويه وقت لحد ما تثبت ربحيتها وبعدين تقدر تنزل في البورصه. بعض المحللين بيفكروا انه الطروحات دي هتجذب استثمارات وتاخد فلوس بعيدا عن الاستثمار في ادوات الدين واذون الخزانه وما الى ذلك، خاصه مع طبعا تراجع سعر الفايده. يعني أنا بشوف ده كويس بالنسبة لي، لكن بالنسبة لحضرتك تقييمك ده إيه؟ لا، ما أنا بقول لحضرتك لابد إنها تكون شركات رابحة. بالظبط. مش مجرد إنها شركات وخلاص وهخش فيها، مع كمان في نقطة مهمة إن قصة أدوات الدين، إحنا بنفترض إنه المستثمر في أدوات الدين هو نفس المستثمر في الأسهم، وده مستثمر مختلف كلية. يعني طبيعة المستثمر بتختلف من واحد بيخش الدين، ولا في صناديق مخصوصه لادوات الدين وادوات الملكيه، فهي ما هياش يعني في علاقه مباشره بينهم ان سعر الفائده ينزل ده يطلع، لا مش بالصوره دي. بشكرك شكرا جزيلا وزير قطاع الاعمال العام الاستاذ هشام توفيق. طيب نرجع تاني للطروحات، وزي ما قلنا لكم اللي طرح الشرقية للدخان قطاع عام السنة اللي فاتت يعني في البورصة، شرقية للدخان طرحت كقطاع عام، وفوري وأكيد كلنا عارفين فوري اللي كلنا بنستخدمه طرحت كقطاع خاص. تعالوا بقى نشوف فوري جابت إيه أو فوري عملت إيه، وهنا برضو القطاع الخاص بيستخدم البورصة كأداة للتمويل. فوري الحقيقة لما اطرح يعني برضو الاكتتاب تم تغطيته 30 مرة، 30 مرة يا جماعة. يعني احنا بنتكلم في شركات لما المصريين بيثقوا في أداء شركة على طول بيبقى مستعدين ان هم يحطوا فلوسهم فيها، فبنتكلم على تخطيط طرح 30 مرة. نسبة استثمارات الأجانب بلغت 36%، العرب 8%، المصريين كانوا أكتر. شركة فوري طرحت 36% من أسهمها في أغسطس الماضي. الحقيقة أنه جدول الطروحات مهم جدا، نتمنى أنه يستمر في الفترة القادمة، لأنه اقتصاديا البورصة مرآة للاقتصاد. بورصتنا المصرية الحقيقة أدائها يعني ساعات جيد ساعات مش جيد. خلونا نبص على بعض الأرقام. مؤشر البورصة من أول السنة ارتفع حوالي 12%، لكن الحقيقة أن صافي مشتريات الأجانب كان رقم كبير، 2 مليار جنيه في العشر أشهر الأولى. تعاملاتهم على السندات طبعا كانت 34 مليار جنيه. هنا بقى خلي بالكم أنه 2 مليار في البورصة بس، لكن 34 مليار في السندات. التداولات ارتفعت 10%، لكن الحقيقة أن متوسط التداول يعني متوسطات التداول ضعيفة جدا. لسه احنا بنتكلم في متوسط تداول ضعيفة. البورصة محتاجة بضاعة، البورصة محتاجة شركات، هو ده اللي لابد ان هو ممكن يحيي البورصة. دون بضاعة ودون شركات البورصة مش هتقدر انها تنتعش، ودي قضية مهمة. طيب خلونا نذهب لخبر آخر. القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت نتائج جهود قوات الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب في الاتجاه الشمال الشرقي ومن سيناء، وأيضا الاتجاه الاستراتيجي الغربي. الفيديو مجمع اللي قدمته أو عرضته القوات المسلحة للفترة للعمليات في الفترة من 28 سبتمبر وحتى اليوم، بنتكلم على 83 قضاء على 83 تكفيري، القبض على 61 من العناصر الإجرامية. خلونا نشوف هذه اللقطات التي توضح ما قامت به القوات المسلحة والشرطة. Thank you.
الملك الذهبي، والملك الذهبي ده توت عنخ آمون. توت عنخ آمون ده بالنسبة لنا فخر لكل المصريين، والنهاردة الذكرى 97، مر 97 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد عالم الآثار الإنجليزي هاورد كارتر، 4 نوفمبر 22. المقبرة اللي أبهرت العالم بجمالها وبكل تحفها اللي كانت كأنها متشالة امبارح، 5000 قطعة من القطع رائعة الجمال. توت عنخ آمون المعرض الآن في لندن، والحقيقة إنه يعني تزامن رائع زي ما أنتم شايفين كده، شايفين الطوابير دي بالمطر بالبرد بكل حاجة، الطوابير دي طوابير عشان الناس تشوف معرض توت عنخ آمون، شيء مذهل. والحقيقة أن الطوابير دي شفناها في لوس أنجلوس لما كان المعرض هناك موجود، شفناها في فرنسا لما بنتكلم في 1,400,000 زائر في الفترة من مارس لسبتمبر، وبنشوفها دلوقتي في لندن، شيء مبهر. الافتتاح كان مبهر، العرض مبهر، والحقيقة دايما نحن يعني نشعر بفخر كبير جدا عندما تعرض تحفنا والاثارنا، تعرض اثارنا في الخارج لكن لا تسرق، هي ده في فرق، يعني انها تعرض في الخارج واحنا بنكون بنشرف على هذا العرض، لان ده بيجيب لنا سياحه طبعا وبيجذب انتباه العالم لثقافتنا واثارنا وحضارتها حضارتنا، لكن لا تسرق وتعرض في اماكن اخرى بعيدا عنا. دي طبعا صور ل يعني أول صور لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون لورد كارتر، اللي كانت إحدى حفيداته موجودة في افتتاح، يعني يمكن حفيدة حفيدته بقى موجودة في الافتتاح اللي كان في لندن. توت عنخ آمون الملك الذهبي الذي شغل العالم يعني سنوات طويلة، ما زال يشغل العالم وما زال يبهرنا جميعا. طب عودة للموضوع الأول اللي اتكلمنا عليه عن الطروحات الحكومية وطروحات شركات القوات المسلحة، معنا على الهاتف السيد محمد فريد رئيس البورصة المصرية. سيد فريد مساء الخير. أهلا بيك. هل الوقت مناسب الآن لطرح شركات حكومية، يعني للعودة للبرنامج وطرح الشركات الحكومية مرة أخرى في البورصة؟ احنا عندنا حالة من الاستقرار على مستوى التعاملات يعني في الأسواق بقالها الفترة بدأت بها، وشفنا آخر طرح يمكن انتهى في شهر أغسطس على طول بعد رمضان وبعد الأجازات، يعني شفنا إن كان هذا الطرح كان عليه معدلات تغطية طيبة، مشاركة الأجانب كانت يعني تصل إلى يمكن 50% من الطرح، وده على غرار الطروحات الأخرى، يعني الطروحات الأخرى أيضا كنا بنشوف فيها التغطية بالنسبة أو الاهتمام بالنسبة للمستثمر غير المصري على مستوى الشركات والحاجات دي كلها كان طيب، فده كان استمرار واضح لهذا الاهتمام بالنسبه للطرح. ومنذ ذلك التاريخ احنا عندنا حاله من الاستقرار طيبه في السوق، وده ممكن يسمح معه ان احنا نشهد طروحات جديده ايا ما كانت بقى الملكيه، تطلع الملكيه بالنسبه للقطاع الخاص او القطاع العام الممثل في يعني الشركات اللي اعلن عنها السيد الرئيس، فاعتقد ان السوق فيه جاهزيه طيبه في الفتره الحاليه لهذا الامر. لكن يعني بصراحة قيم التداول ضعيفة جدا،
يعني احنا بنشوف يعني ماشي البورصة مرتفعة 12% من أول السنة، لكن قيم التداول اللي بتدور حوالين نص مليون دي ضعيفة جدا مقارنة بقيم كانت واصلة المليار وقرب الاتنين مليار. ايه اللي حاصل بالظبط؟ يعني احنا قيمة التداول ارتفعت على مدار السنتين اللي فاتوا، كنا بنتكلم في متوسطات 400 مليون، لا احنا النهارده بنتكلم في حوالي 800 مليون 900 مليون مليار يعني، وكان في اوقات معينه كنا بنعدي المليار والمليار ونص. قطعا ده لسه مش كفايه، بس جزء مهم جدا في هذا الامر ان انت يبقى عندك شركات، هي النقطه سلسله قيمه مضافه كامله. انت عندك شركات يجب ان تطرح، هذه الشركات تكون ذات احجام كبيره، والناحيه الثانيه يبقى في عامل الطلب على هذه الشركات بالنسبه سواء للمستثمر المصري او الاجنبي. حتى لما كنا بنعمل عمليات ترويجيه كثيره مع المستثمرين الاجانب بيجي يقول لك انا محتاج شركات جديده، محتاج شركات ذات حجم كبير عشان اقدر ان انا اخش بيه الاستثمار، لان بتبقى مؤسسه واحده بتقول لك انا عاوز اخش ب 50 مليون دولار 25 مليون دولار في الشركه. فمع عدم وجود شركات ذات حجم كبير، عشان كده يمكن الطرح بتاع الشرقيه للدخان كان شهد يعني معدلات تغطيه طيبه بالنسبه للمستثمر غير المصري، لان كان نسبيا حجمه ما هواش يعني ما هواش بالصغر، او كان حجمه متوسط وطيب بالنسبه لهذه المؤسسات. فاحنا محتاجين سلسله قيمه مضافه كامله، من ناحيه محتاجين طبعا ان يعني معدلات التمويل او التداول ترتفع، بس علشان هذا الامر يستكمل محتاج له شركات الناحيه الثانيه يقدر المستثمر يخش فيها ويوسع قاعده الملكيه الخاصه بهذه الشركات. ثقه الاجانب بقى، يعني هل الاجانب عندهم شهيه للاستثمار في البورصة، ولا يعني هم مش شايفين ان في بضاعة زي ما بنقول بضاعة جاذبة للاستثمار؟ ده بالعكس حضرتك، يعني عندنا سواء على مستوى الارقام او حتى على مستوى الاجتماعات والاستقصاءات معاهم، احنا بنتكلم ما قبل الاصلاحات الجريئة اللي اتخذت في مصر من اول نوفمبر 2016 على سبيل المثال، لما نقارن نفس عدد الاشهر اللي المستثمرين او صافي تعاملات غير المصريين اللي هي استثمارات الاجانب يعني صافي مشترياتهم على مدار هذه الفتره، كنا بنتكلم في ارقام ضئيله يعني يمكن 2 3 مليار بحد اقصى. ما بعد ذلك التاريخ حتى تاريخه احنا بنتكلم استثمارات في الاسهم فقط، بنتكلم في حوالي 21 مليار جنيه مصري منذ ذلك التاريخ حتى تاريخه. لما نيجي نبص ايضا على السندات، لان هو السندات ايضا مقيده في البورصه المصريه، لما نيجي نبص على السندات ما قبل ذلك التاريخ وما بعده بنتكلم في فروقات ضخمه. احنا بنتكلم في حوالي صافي تعاملات منذ ذلك التاريخ يفوق ال 35 38 مليار يمكن منذ ذلك التاريخ حتى تاريخه. بل بالعكس في الاجتماعات ايضا مع الشركات كان في العديد من هذه الاجتماعات والمؤتمرات بيشيروا الى رغبتهم في وجود شركات جديده، لان الاقتصاد عندك كذا محدد، واحد الاقتصاد بينمو بمعدلات طيبه، اداء الشركات بصفه عامه ادائها طيب على مستوى السوق المصري وعلى مستوى التوسع ايضا نتيجه الزيادات على مستوى القوه الشرائيه او الزياده السكانيه اللي بتسمح ان السوق ده بيكبر. فبيجي يقول لك لا انت عندك قصه نجاح على مستوى الاصلاح الاقتصادي وكيفيه انعكاس هذا الاصلاح الاقتصادي على اداء المؤشرات بالنسبه للشركات سواء في 2017 و2018 19 لسه ما خلصتش يعني، فعشان كده مش عاملين لها الحسبه بالكامل. فبيجي يقول لك انت اداء هذه الشركات في غايه الطيبه، فبالتالي انا عاوز ان انا استثمر اكثر، بس انا محتاج حاجه حجمها كبير تسمح لي ان انا اقدر اخش في هذا السوق. اذا كان الاجانب عندهم هذا الاهتمام، انا بحس ان المصريين ما عندهمش نفس الاهتمام او ما عندهمش نفس المعرفه. انا عارفه ان انتوا شغالين على مشروعات بتحاولوا تعرفوا الناس عن طريق افلام كرتونيه، عن طريق يعني حاجات كتيره، انكم ادوات مختلفه عشان تعرفوا الناس يعني ايه الاستثمار في البورصه. صح حضرتك، يعني احنا قائمين ده اللي هو جانب الطلب بقى في سلسله القيمه المضافه. في جانب الطلب جزء منه مرتبط بامور تعريفيه احنا شغالين عليها مع مختلف الجمهور اللي هم هيبقوا الشباب يعني او المستثمرين الافراد، وعندنا امور اخرى بنحاول ان احنا نعرف فيها الناس فكره الاستثمار والادخار التدريجي اللي الناس كلها مش واخده بالها منها، دي لسه جزئيه احنا بنحاول ان احنا يعني نطلعها ونقدر نوعي الناس بيها، ان الاسواق المال هي من افضل السبل للادخار التدريجي التراكمي طبعاً. لفترات طويله. لفترات طويله، ما هو الناس بتتخيل انها تدخل السهم يطلع تبيع، يعني حاسين ان هو ده الاسهل، لكن هو اتس لونج تيرم انفستمنت، استثمار طويل الاجل. للي هو ليس لديه الخبره، فبالتاكيد عمليه الادخار التدريجي او الاستثمار طويل الاجل ده هيبقى بالنسبه له امر في غايه التوفيق، يعني بيبقى اداؤه
طيب والناس محتاجه تعرف هذه الجزئيه، لان هو ده مش كلامنا احنا ولا حاجه خاصه بالبورصه المصريه فقط، احنا بنتكلم على جميع اسواق المال على مستوى العالم. لما بنيجي نبص على عوائدها على فكره ال 20 سنه وال 15 سنه، لما تيجي تقارنها باي عوائد اخرى باي قنوات استثماريه اخرى، مفيش مقارنه. يعني احنا بنتكلم على اختلاف في الارقام، اختلاف كبير جدا، لكن الناس محتاجه يعني تفهم ان تعرف وتفهم بالظبط. الادخار التدريجي ده هو اللي هيبقى له نتائج طيبه. يعني بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد فريد رئيس البورصه المصريه.